السلام عليكم، شكرا جزيلا حيت جيتو كاملين باش توصلوا هذيك الصوت ديال الصرخه ديال الاب ديال سناء. واحد الاب اللي اصلا انسان وراجل واب. صعيب شويه الحال اننا نخرجوا للاعلام ونقولوا باننا وقعت لنا واحد المشكله ديال الاغتصاب والحمل وزياده ديال واحد الوليد صغير عندنا في الدار اللي هو كيسميوه بالقانون طفل جريمه وهي ما دايره لا بيديها لا برجليها. انا كان عندي واحد المشكل، انا سي ام بيش كان عندي مشكل في المحكمه ومازال كاين في المحكمه ديال الاستئناف في الرباط. هذاك النهار كان غادي يكون اول نهار انا اللي غادي نمشي فيه مع ماما في شكايه جديده اللي كان دازت هادشي 6 سنين عليها، الاخ ديالي مقتول الى اخره، وكتنوب علينا الاستاذه زين خيار اللي هي استاذه محاميه من هيئه الدار البيضاء، كتجي من الدار البيضاء باش تنوب على الوالده ديالي. وكان هذاك اول نهار اللي غادي نمشي فيه انا لعند قاضي التحقيق، وداك النهار اللي تلاقيت فيه مع سناء. سناء شفتها كنت لعب برجيلات ديالها وفهمت ما فهمت. من بعد ملي سولت لقيت بان هذيك البنيه هي اللي والده داك الحيمه. انا ما دخلتش عند قاضي التحقيق لحقاش صافي ما بقاوش عندي الكاذب العرضيه. كان واحد المشكل كبير اللي ما تقبلتوش، ما تخليش لك. عيطت على واحد صحفي استاذ يوسف من المغارب نيوز وقلت ليه اجي الله يعطيك الخير باش تشوف معايا واحد القضيه واش نقدروا نديروا فيها شي حاجه. فعلا كان جا ودار اول فيديو ديال سناء اللي سماه اصغر ام في المغرب 12 سنه، وكانت واقفه معنا المحاميه حيت هاد الناس هادو اللي جاوا للمحكمه ما جا معاهم حتى شي واحد، ما جا معاهم لا محامي لا حتى شي حد. ملي شافتني انا الاستاذه ديالي بعينيني كنبكي والناس كانوا كاملين كيبكيو ديك الساعات. ملي فهمنا المشكل ديال سناء تطوعت الاستاذه انها تنوب عليهم وتدخل عند قاضي التحقيق باش تشوف معاهم الجلسه الاولى. وفعلا شفت معاهم هذيك الجلسه الاولى مع قاضي التحقيق وتاجلات ومشاو خرجوا، وانا طلعت لتيفلت لعند هاد الناس وشفتهم فين كيسكنوا. ملي كنقول تيفلت راه ماشي تيفلت سونتر، راه كتخرج على تيفلت بواحد ساعه لا روح وكتخرج من الكودرون كدوز عاوتاني لا بيست واحد نص ساعه د المكان عاد كتوصل لهذيك البلاصه فين كيسكنوا هذوك الناس اللي هي سميتها الغابه الباديه الخلا. ما كاين حتى شي حاجه زعما بحالنا حنايا العمارات الطوموبيلات التكنولوجيا، ما كاينش هادشي. عرفت بان الضو ما وصل لهاد الناس هادو حتى ولدات سناء. ملي كنقول الضو ما وصل ليهم حتى ولدات سناء، اذا سناء ما كان عندهم لا ثلاجه لا تليفون. البنت ماشي بحال داك الوليدات اللي كنعرفو ديال جيلنا دابا تيك توك وداكشي، ما كاينش هادشي نهائيا. من بعد تواصلت مع جمعيه ديال انصاف حيت انصاف وصلت حتى لعندهم وشافتهم، وجيت نشوف انصاف. وفعلا جيت نشوف انصاف، لقيت انصاف واحد الجمعيه بحال داكشي اللي كنشوفو في الافلام. حقيقه انا ما عرفتش واش كاينين جمعيات بحال هاد، حتى لقيت هاد الجمعيه كاينه اللي هما كانوا كيعطيوني الحليب وليك وجوج شويه ديال المؤونه كيف ما كنقولوا السلعه تيت جافيل الزيت الطحين كنت كندي لهم كل شهر لهاد الناس حتى تيفات. وقالوا لي خصني نجيب سناء، وفعلا جبت سناء جوج د المرات. المره الاولانيه صادفوها يومين، هي اللي كانت فيها طبيبه نفسانيه وطبيبه ديال العيالات وطبيب ديال الدراري الصغار، شافوا الوليد وشافوا سناء وكانت معاها الجده ديالها ودوزوا هنا ويومين. من بعد عاوتاني كان خاص نجيب سناء، جبت سناء 4 ايام، هي اللي كانوا صايبوا لها شعرها ولعبوا معاها وضحكوا معاها وراوها بزاف ديال الحوايج و ختنوا ليها الوليد. قبل من هادشي الاستاذ يوسف مغارب نيوز كان دار واحد ندوه صحفيه اللي جاو فيها واحد المنابر بزاف، منهم الايام 24، منهم من بر 24، منهم عبير، منهم بزاف. ويسمحوا لي اللي ما ذكرتش الاسماء ديالهم صوت العداله، ويسمحوا لي اللي ما ذكرتش الاسماء ديالهم. ولكن كانت واحد الندوه صحفيه في واحد البلاصه سميتها المجلس الجهوي للمجتمع المدني، سيطر اسها الاستاذ السايح عبد الصمد والنيه روسوفيه. هاد الناس حتى هما كان لهم واحد الفضل ان هاد القضيه هادي تنشر وتعرف. داز عام باش من بعد منها غندخلوا للدخول المدرسي. في الدخول المدرسي انصاف تكلفات انها تدخل هاد البنيه للمدرسه لاول مره. هاد البنت ما عمرها ما دخلت للمدرسه. هاد البنت نقول لكم واحد الحاجه، نهار كنا في هاد المجلس الجهوي كانت بغات تقضي الحاجه ديالتها وقالت لي نمشي ونقضي الحاجه. ملي دخلتها
الملحد شاكو ما عرفتش الملحد قالت لي واش غاد هنا هاد البنيه هادي المجلس الجهوي كان مقدم لهم واحد النهار داك الفطور وباتوا في الاوتيل ما عرفتش تحل الروبين كان هادشي بزاف عليا انا كان بزاف عليا شي شويه حيت ما كنتش كنتخيل راسي بانني كنعيش مع واحد الناس بحال هكا. من بعد ملي جات الوقيته ديال الدخول المدرسي فعلا انصاف تكلفات و بزاف ديال التليفونات وبزاف ديال الناس اللي دخلوا في هذه المسائل هذه حتى انني مشيت لعند المندوب ديال الخميسات ديال المندوب الاكاديميه في الخميسات وكان واقف حتى هو معاها واستاذ حسن والسيده حافظه اللي هادشي هاد الناس بزاف ديال الناس الحمد لله بزاف ديال الناس اللي وقفوا مع هاد البنيه باش غير شي شويه تتضح ليها الرؤيه غير تولي تعرف الاحمر من الاخضر وتعرف بان راه كاين 2 3 ولا 4 وبان راه ماشي غير كنفيقوا مع الشمس وكنعسوا مع الشمس حيت هي كانت بحال هكا. وملي قرات واحد شي شويه زعما بدات كتاقلم مع الجو في المدرسه ولاو عندها اساتذه ولاو عندها اصدقاء ولاو عندها ناس كتمشي وكتجي للمدرسه غادي يجي الحكم. نهار الحكم انا بالنسبه لي كان تهديدي حكم تهديدي حسيت بالخوف ديال الا وقع لك هادشي كبل معلك رشك كتولي الضحيه هي اللي هواسع النظر بالراس هذيك الساعات يا اما ويا اما ويا اما ما كانش ديك الساعات عاوتاني من مور الحكم خرجنا مع السبعه من المحكمه الاستئناف شدينا الطريق جينا للدار البيضاء انا كنعرف الاستاذ يوسف اللي اتصل بالاستاذه سعيده مع الايام 24 وصوروا معاهم وكانت الفيديو اول واحد اللي كيخرج فيه محمد كيقول كيستنكر من الحكم بحال اي اب كيستنكر من مشكله وقعت ليه. واش غنقول لكم الحمد لله اللي كاين الله و الله يجيب لنا شي سهام. الاب ديالها ما جاش اليوم لحقاش كان ليه بزاف ديال الضغوطات عنده بزاف ديال الناس كيجيو الناس اللي مسافرين من الوزاره الناس اللي ديال الصحافه جمعيات ولات كتحرك جمعيات ما عجبهاش الحال ما عجبهاش الحال على الحكم اللي وقع لحقاش القاضي ما نصفناش حنا كمجتمع ما عرفتش كيفاش كيقولوا ليها. المهم انا ماشي قانون ولكن داكشي اللي كيقولوا كاع الناس بالعاميه انا غادي نقولوا السيد ما بقاش كيخوي الدار ديالو على وديت كيجيو لعندو الناس كيجيو لعندو الصحافه كيجيو لعندو الناس اللي كيعاونوه وكاينين بزاف ديال الناس اللي يعاونوه وهداك هداك هداك الانسان ماشي كذاب هداك الانسان الا كتوصلو شي حاجه كيقولها الا كيعطي شي حاجه كيقولها الا كيتعاون مع شي حد فشي حاجه كيقولها هادشي علاش ما جاش اليوم كان باغي يجي ولكن ما يقدرش يجي اليوم لحقاش حتى هذاك ولا كيحس براسو بانه ما يمكنش يخوي الدار ديالو كيجيو لعندو الناس بزاف كيجيو لعندو صحفيين بزاف كيجيو لعندو جمعيات حتى هما بزاف وهادشي اللي كاين وانا كنطلب الله وكنطلبكم كاملين زعما ان هادشي ما يكونش غير واحد الخرجه خرجنا غنركبو فوق منها وغادي نسكتو من بعد حيت غادي يتصفى هادشي وغادي يدوز مرور الكرام نبقاو كنهضرو على هادشي لحقاش بصح كيضر في القلب بصح كيضر في القلب كيضر في بزاف ديال الحوايج كاينين الناس اللي غير كدوي وكاينين الناس غير كتقول وكاينين الناس اللي باغي غير تبان بحال واحد المقال كان هبط كيقول بان راه باغي يتفاوض انه يزوج بنته وبانه غادي يتنازل هاد الهضره ما كايناش وما عمرها ما كانت الوغ الله يرحم لكم الوالدين تكون واحد شويه ديال المصداقيه واحد بنادم غادي يكتب شي حاجه ولا غادي يقول شي حاجه يتاكد اولا يسول ويتصل ويشوف ما جينش نجيو نقولوا شي حاجه باش ما نخربقوش الموضوع عندنا واحد الموضوع ديال واحد البنت اللي تخربقات هاد البنت هذه تخربقات لها حياتها كلها حيت علاش واحد النهار غادي تفيق ولا غادي تعرف ولا غادي تفهم غتلقى واحد الطفل قدامها واش نقولوا ليه ولا ما نقولوش ليه واش غادي نهضروا معاه ولا كيفاش غادي نقولوا ليه راه خصنا شي واحد اللي يكون فريمون وجهه قاصح اللي يقول ليه شوف راه امك
تغتصبت ورا الاب ديالك مغتصب ورا كانت عندها 11 سنه كي غادي تقولوا لي؟ راه عندنا واحد المشكل كبير، مشكل كبير. انا ما كنقدرش نهضر معاها في شي حوايج ما عمرني ما قديت نتذكر معاها، لحقاش ماشي علاش انني نتذكر انا وهذيك البنيه؟ حتنا كنقولوا لاباس بخير، شنو كاين شنو ما كاينش. البنت اصلا مازال ما كتعرف حتى شي حاجه، فريمون ما كتعرف حتى شي حاجه. طفله، الا قلنا طفله طفله، في السبيطار اصلا ما عطاوهاش انها ترضع، لحقاش ما كاينش باش ترضع، ما كاينش. طفله طفله ما كاينش باش ترضع. هذاك الطفل كان كياخذ الحليب غير من عند جمعيه انصاف، كون ما كانوش حتى هما طلعوا ولا شافوها، يعلم الله بحال هاد الناس هاد الدنيا هادي شنو غادي يكون فيها. ما عرفتش واش واقيلا كاينين شي ناس ما يستاهلوش يعيشوا معنا في هاد البلاد. عندنا بزاف ديال الحوايج زوينين، عندنا الشمس عندنا الجبال، عندنا بزاف ديال الحوايج زوينين، ما نقدروش ننكروا ان عندنا بزاف ديال الحوايج زوينين. ما نعرفوش واش خص بنادم يمشي لكوريا الشماليه باش يعرف الفرق. المهم شكرا.